هذا هو برج القاهرة، هو واحد من أعرق وأهم معالم مصر الحديثة. بني هذا البرج في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس الفرعونية التي تعد رمزا للحضارة القديمة المصرية. المهندس الذي صمم هذا البرج يدعى نعوم شبيب، هو مهندس مصري يهودي شهير في الستينيات، لكن اسمه ظهر من جديد وكان محط خلاف كبير يوم أمس. صفحة إسرائيل العربية نشرت تغريدة عدها الكثير من المصريين مستفزة بعد أن قال فيها أن هذا البرج من تصميم المهندس اليهودي نعوم شبيب، وهو ما أثار عاصفة من التغريدات في وقت لاحق. طبعا أبرز هذه التعليقات جاءت من رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح، الذي كتب خالد صلاح حول هذا الموضوع وقال: هذا مهندس مصري تعلم في جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز، التمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط. أما رانيا فعلقت على هذا الموضوع: يعني مصري مش إسرائيلي، ومش كل يهودي إسرائيلي الجنسية. حكيم غرد حول هذا الموضوع وقال: حكيم هو مصري وديانته اليهودية مثل كثيرين خرجوا من البلاد بضغط الوكالة الصهيونية، أما اليهود فلم يرغبوا أصلا في البقاء. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين. سيد عماد، مرحب فيك بداية على برنامج منصات. حدثنا بداية، برج القاهرة ما الذي يعنيه إلى مصر والمصريين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم لكل السادة المشاهدين. برج القاهرة هو رمز، صار أحد الرموز المصرية، يعني يعرف، يعني حينما تعرض صورته تعرف أنك في القاهرة. لكن لا، ربما لا يعرف كثيرون أن هذا البرج كانت الولايات المتحدة في قبل أن تختلف مع نظام ثورة 23 يوليو حاولت أن تغري رجال الثورة الجدد ب 5 مليون دولار من أجل استمالتهم إلى سياستها. عبد الناصر، جمال عبد الناصر، أخذ هذا المبلغ وقام ببناء برج القاهرة لكي يكون شاهدا على فشل محاولات الإغراء الأمريكية في ذلك الوقت. جميل جدا. وبني هذا نعم الجزء الأساسي هذا طب. نعم المهندس يهودي لكنه يهودي مصري. لو أننا هذا الرجل درس في جامعة القاهرة، تخرج منها سنة 1937، ولد في القاهرة 1915، تخرج من القاهرة 37، بنى صمم البرج سنة 59، وافتتح البرج سنة 61، وهاجر من مصر سنة 70. لم يهاجر مع اليهود الذين، نعم، فقد اسمح لي لضيق الوقت أود أن أسلط هنا الضوء على موضوع جدا مهم. يعني لماذا صفحة إسرائيل العربية برأيك نشرت هكذا تغريدة؟ ماذا تريد من هذا في أقل من دقيقة لو سمحت؟ هي تريد أن تنسب كل شيء لليهود. هم حاولوا قبل ذلك وقالوا: نحن من بنينا الأهرامات، ونحن من فعلنا كل شيء، وينسبون كل شيء. ومناحم بيجن عندما زار القاهرة مصر في الماضي قال ذلك. هم يحاولون أن ينسبون كل شيء لهم وليس للشعوب. نحن لسنا دولة دينية، نحن دولة مدنية، وبالتالي الجميع فيها سواسية، مصري هو يهودي مسلم مسيحي، لا فرق بين أحد. أشكر كل الشكر من القاهرة رئيس تحرير صحيفة الشروق عماد الدين حسين. شكرا جزيلا لك.